اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه في اصداء واجواء ترانسفير ماركت في اوروبا، وخاصه طبعا ميسي لن يتواجد في برشلونه السيزون القادم او الموسم القادم. طبعا مفاجاه كبيره جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم، يمكن وجود ميسي ويمكن على الصفحه الرسميه لبرشلونه اللي بتقول ان ميسي لم يعني يتم الاتفاق معاه للتجديد لفترة تانية أو لفترة طويلة لبرشلونة، وده بسبب يمكن الاتفاق المادي. وزي ما قلت لحضراتكم كمان المشروع اللي بيقدمه برشلونة لميسي، ميسي لم يوافق على هذا المشروع، وبالتالي خلاص رسميا ميسي مش موجود في برشلونة. وطبعا كل الأخبار في العالم وكل وكلاء الأنباء في العالم طبعا بتذيع هذا الخبر المهم جدا، ويمكن كان مفاجأة لناس كتيرة محمد، زي ما اتكلمنا ان احنا بنتكلم على قيمة كبيرة زي برشلونة، اكيد هتأثر على مش هتأثر على برشلونة بس، لكن على الماركتينج وعلى القيمة المالية للليجا. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا واتكلمنا عليه قبل الفاصل، ان ميسي كان لسه في اجازة، لسه واصل النهارده بالطياره لبرشلونه على امل ان هو هيتواجد خلاص في التدريبات ويبدا خلاص السيزون. لكن المفاجاه الكبيره، السؤال في فتره الصيف هل كان في بعض الكواليس ان بعض وكلاء اللاعبين اللي هنتكلم عليهم النهارده في حلقتنا كان ليهم دور كبير في تغيير راي ميسي؟ هل بعض رؤساء الانديه كان في لقاءات خاصه مع ميسي؟ هل بيكام كان في لقاء مع ميسي ويمكن اقنعه بوجوده، خاصه انت عارف ان ميسي عنده بيت كبير جدا جدا في امريكا، اقنعه بالتواجد في الدوري الامريكي؟ شفت الكواليس اللي ما قبل ما يروح ميسي النهارده لبرشلونه؟ لان ما اعتقدش خلاص هو القرار اتخذ النهارده، في ساعتها اكيد كان ليه يعني كان ليه مقدمات كبيره جدا يعني. صحيح، بكل تاكيد القرار قرار ميسي بالتحديد لم يؤخذ بسرعه، يعني اكيد في تخطيط، اكيد في بلان بي زي ما بيقولوا دايما مع لاعبين وكلاء اللاعبين ايضا، اكيد كان في مناقشات سريه، يعني هو عارف هو رايح يعمل ايه. زي ما حضرتك قلت النهارده لحد اخر لحظه كلنا على علم ان ميسي النهارده خلص اجازته، والطياره وصلت تقريبا الصبح لاسبانيا، الصحف تداولت الخبر وصول ميسي من اجل التجديد التعاقد. اللي بيحصل في الكواليس اكيد يا كابتن هاني، اكيد في خطه ثانيه محطوطه، معمول حساب الى اذا لم نصل الاتفاق، يعني حضرتك قلت وده اللي مذكور فعلا على الصفحه الرسميه للموقع الرسمي لبرشلونه، ان بسبب الاتفاق مالي او مادي لم نصل الى اتفاق مرضي من الطرفين او مع ميسي بالتحديد، فلم يجدد العقد. ممكن يكون هناك كلام مع بيكام، ممكن يكون اللاعبين اللي هو الوكلاء اللاعبين اكيد تحدث معاه. هو كان اللي احنا تابعنا الصور بتاعته في اجازته في الفتره الاخيره ومعاه زميله سوارتز، كان معاه على اللانش والمركب والاسره والعائله، اعتقد كان يعني في اجواء اجازه، يعني لم يفكر في الامر. ولكن زي ما حضرتك قلت اكيد في خطه بديله كان حطها ميسي لمثل هذه المواقف، يعني فموقف وخبر مفاجئ لعشاق البارسا بكل تاكيد. اكيد اكيد خبر مفاجئ، ويعني برضه هقرا البيان الرسمي اللي يمكن اذاعه الموقع الرسمي لبرشلونه بالتحديد برضه عشان كل المهتمين ببرشلونه وميسي. جاء طبعا بيان برشلونه كالتالي: على الرغم من توصل برشلونة وميسي إلى اتفاق واضح لتوقيع العقد الجديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الأسباني. نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في نادي برشلونة. قال كمان أن يعني طبعا يأسف الطرفين بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية. طبعا يعرف نادي برشلونه عن يعني نادي برشلونه عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تعزيز سمعه برشلونه، ويتمنى له التوفيق في حياته الشخصيه والمهنيه. نقطه بس هقف عندها اللي هو بيتكلم ان العقبات الماليه والهيكليه الخاصه بلوائح الدوري الاسباني، تفسرها دي ازاي؟ نفس الكلام، احنا شفنا في الفترة الأخيرة إن في ضغط كبير من الليج في أسبانيا والإدارات بتخفيض مرتبات اللاعبين. صحيح.
وده كان اكيد سبب يعني زي ما مذكور على الموقع الرسمي بسبب مالي او مادي، فتخفيض المرتبات هو كان سبب اساسي يعني طبقا للوائح الجديده. وبالتالي زي ما قلنا الضرايب ومرتبط الموضوع بس كان من الواضح من البيان يا محمد ان الطرفين كانوا متفقين، يعني زي ما انت بتقول ميسي النهارده وصل عشان هيروح يمضي العقد ويبدا تدريبه، لكن من الواضح ان يمكن حربته بالديل او بالاتفاق اللي حصل ما بين الليجا رابطه المحترفين في الدوري الاسباني مع الشركه الامريكيه الكبيره، ويمكن بمبالغ كبيره جدا جدا، ويمكن برشلونه كان هيخش له اكثر من 300 مليون دولار في هذه الصفقه، لكن في بعض الاعتراضات، يعني ريال مدريد معترض على هذه الصفقه. هل الشك او هل عدم وضوح الرؤيه بالنسبه لرابطه الدوري الاسباني من خلال الفلوس بمعنى اصح كان اكيد سبب في عدم اتفاق ميسي مع برشلونه؟ متفق معاك تماما، اكيد في حاجه هيدن زي ما بيقولوا ما كانتش واضحه لكل الاطراف خصوصا للشركه والمشروع، فبالتالي ما وصلوش لحل. يعني احنا كلنا كنا على يقين تجديد ميسي اليوم، بيحدث اختلاف سريع بالشكل دوت وتغيير الراي او القرار، لا في حاجه مختفيه مش واضحه لكل الاطراف، بالتالي لم ترضي الطرفين او لم ترضي ميسي بشكل كبير. متفق معاك تماما.